وعليكم السلام ورحمة الله. اسمية ديالك اسم؟ اسم يو إبراهيم. يو إبراهيم. سي إبراهيم، أنت اليوم عندك واحد المشكل في الشركة اللي كان عندك فيها واحد الشريك مغربي، ياك الشريك ديالك كان مغربي، ووقع لك شي حالة من الحالات ديال النصب. أيه. وعندنا دابا هذا المشكل، عندنا ثلاثة مشاركين. ثلاثة. كان جوج صيني واحد مغربي، هذا مغربي، ونحن مشينا سافرنا إلى الصين قبل الوباء، قبل كورونا سافرنا إلى الصين، وعندما وصلنا الصين وقع الوباء، ما قدرش أرجع إلى المغرب. حاز خطة ديال الجوية مقطوعة، ما عندنا حل باش نرجعو. عندما رجعنا إلى المغرب 2021 شهر 6، عندما رجعنا لقينا تزوير والخيانة الأمان والناس وهذا الشيء كامل كان، ودعينا على حزب مغربي، ومغربي على تزوير خيانة الأمان وخيانة الأمن و خيانة الأمان خيانة الأمن ودابا عنده حكم ديال عامين وستة شهور النافذة، عنده حالة اعتقال. ونفس حاجة هذا الصينية أخرى اللي شارك معاه ودار تزوير دار خيانة الأمن، شارك معاهم شارك معاهم، وحاليا هي في حالة روشارش محظور عليه. هي صينية أو لا صيني؟ صينية. صينية. هي دابا في حالة بحث. حالة بحث انفرار من العدالة. فارة من العدالة. انفرار. وطلبنا دابا نحن مصير وحيد اللي كان في الشركة. وطلبنا سيد الرئيس محكمة تجارية دار البيضاء يعطينا أمر باش تدخل الشركة دير المحاسبة ويحسن. عندما بغينا ندخلو والعساس حبسنا في خارج الباب. الحارس ديال سميتو حارس ديال الشركة. وما بأمر ديال الإدارة ديال الشركة. ونحن مصير شركة وإدارة ديال الشركة يعطي أمر إلى العساس حبسنا في خارج الباب. وطلبنا سيد وكيل مالك ديال محكمة ابتدائية محمدية ويعطى أمر باش القوة العمومية دخلوا معنا بقوة عمومية، وجا قوة العمومية باقي ما خلاش دخلوا، والناس وردوا إلى وكيلة، مشينا عند وكيلة يعطى أمر جديد باش اعتقل على اساس وخلينا ندخلو، وجينا اساس هرب وباقي في الداخل الشركه وهربوا الداخل خبا في الداخل. واش وحاليا ما عرفت كيفاش دير، واش كاين شي قوه اكثر من القوه العموميه ممكن يعاوننا باش ندخل الشركه؟ لا دابا انت حاليا غتعاود ترجع لعند الوكيله ديال المالك باش تصدر الامر ديالها للشرطه ديال المحمديه باش يجيو معاك ويدخلوا بالقوه ان شاء الله. غادي نشوف الاجراءات القانونيه وكمل هذا القضيه. وحاليا هذا الشركه نحن جابنا تقريبا 3 مليار ديالنا، يعني 30 مليون درهم، وبيلون ديال الشركه باينه، عنده ستوك مواد الاولين، عنده شركه كاسالي الكريا ما ديون ديال الكريا ما رجعش لينا. تقريبا 8 مليار كنا في الشركه غاسيرو بدون مصير، بدون مصير، انا مصير خارج الباب وإدارة كاسيرو 8 مليون في 80 مليون درهم في يد ديالو. بارح في الليل جينا حطيت عساس هنا جوج كاميون خرج منا عامرين وخوي في الشركة بدون مصير. هذا شيء عجيب ومستعجلة، ونطلبه
تسريع المساطير على 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 هذه القضيه هذا معجب. واخا دابا انتم تعرضتوا للسرقه يعني حتى من السلعه والمواد الاوليه والاليات حتى هما بداو كيخرجوا كيخرجوهم كيسرقوهم. كسرقوها كخرجوها. القيمه ديال السرقه شحال تكون؟ هذا القيمه ما عرفتش دابا حاليا داخل الشركه ما عرفتش شحال كاينه شنو كاينه ولكن كاينه داخل تقريبا 8 مليار كنسيروا اداره. هذا اداره شكون ما عرفش. وكمنعونا في الباب ما خليش دخلوا وخاكو ولا عموميه جاء الباب قال سير بحالكم عندك مسوب هنا وسير بحالكم واداره يعطينا امر ما خليكم تدخلوا. ما عرفش هذا حاله شنو الصفه ديال هذا عساس هذا عساس وخويه ديالو ما بغاش حضر سميتك ما عرفش نمر لاكات ما عرفش وشكون يعطيك امر باش يحبس هذا الناس ما عرفش. ولقينا الصعوبة اكبر صعوبة في المغرب. نحن كنتيق القوة قانون المغرب وقرينا يعني المغرب كحماية مستثمرين اجنبية في المغرب وجينا وعتيق مغرب وجبنا جب رئيسنا ودرنا شركه وكنا 300 بين 300 400 خدام معنا ووقع الناس بخيان الامن وتزوير وهذا الشيء كاملين باقي ما قدرش دخل الباب. هذا الشيء عجيب نطلبوا الناس العاليه خاصه يشوف معنا يعطينا قوة القانونية باش ندخلوا شركة إن شاء الله يكون أمور غادي مزيان. شكرا سي محمد فطري محاسب والآن أنا في إطار مساعدة بالوكالة مع هذا الصيني شركة الشركة هذه اللي كنشوفوا كان وقع واحد الاشكاليه في هذا الزور لان هذا السيد هذا مستثمر اجنبي جا حوالي واحد 30 مليون درهم باش استثمرها في المغرب وفي 2021 جا في 2021 لقى واحد التزوير محاضر زوروا محاضر بانهم حيدوا له النسبه المئويه بعد 33 ولا 10% وداروا له تعزل من السير وعزل من الشركه وهاد درنا مقالات درنا حكم اصدر حكم ديال عامين ونص المغربي مسجون بعامين ونص والشنويه الاخرى الان في حاله فرار روشيرشي خارجه من البلاد هي لا داخل البلاد درنا اغلاق الحدود يعني كاينه في المغرب والان بقى المسير الوحيد هو هذا السيد اللي معايا باش يدخل الشركه ديالو يعني هو الواحد المسير الوحيد. واحد النقاش واحد الدردشه على انكم المقر ديالكم الرئيسي كاين في وجده. المقر هذه اشكاليه المقر الاجتماعي كاين في الناظور ومقر اجتماعي وهمي لا يوجد مقر اجتماعي وهذه بسوء النيه لان هذا المقر الاجتماعي في الناظور ما عندوش المقر لان خصنا نتواصلوا معاه في الناظور وهذا هو اللي اخذت الاجراءات القانونيه والمساطر القانونيه صعوبات لقينا الصعوبات في اجراء في هذه الاجراءات القانونيه بهذا السبب هذا لان المقر الاجتماعي في الناظور والفرع في المحمديه اذا كيوقع المحكمه التجاريه تبع الناظور تبع المحكمه التجاريه ديال وجده واجراءات كتوقع الاجراءات اللي طالتنا الاجراءات لحد الان ولكن الحمد لله نصفنا القضاء وكنا في يعني حكموا عليه بعامين ونص والاخرى روشيرشي الان بقى الواحد المسير الواحد هو هذا السيد اللي معنا. الاشكاليه اللي منعته دابا انه يدخل المحكمه دابا الاشكاليه ان رغم الامر من رئيس المحكمه ورغم تسخير القوى العموميه اللي جاوا دابا هذه ثالث مره كيجيو وكيجيو هنايا وما كيجيو هنايا هذا ما خليهمش يدخلوا على الساس هو دابا هرب ما فين هو ما نعرف سد الباب وهرب ما بغى يعطي حتى الهويه ديالو واش ما جيبيش الامر ديال الاقتحام لا وما ما عندكش هذه ما عندناش امر عندنا الامر ديال الدخول ولكن داكشي كيبقى الاجراءات ديال القانونيه ديال يعني غتعاودوا ترجعوا عاد نرجعوا دابا نرجعوا لعند رئيس المحكمه وناخذوا نشوفوا الاجراءات اللي يمكن ندخل من بعد واخا بزافكم انتم هما المحاسب ديال الشركه سي ابراهيم اللي هو لي ابراهيم اذا كان ما خابتيش الذاكره قال على ان هناك سرقه هناك نعم 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 تقربنا شويه اكثر هناك دابا هما في عاده الان
كيحاولوا ما امكن يماطلوا التنفيذ. علاش؟ باش يخلوا ستوك باش يبيعوا داك الشيء. شكون اللي بيع؟ الاداره. دابا لحد الان غير الاداره اللي كتصرف، هو على حسب القوى ديال الاداره. يعني شكون هذه الاداره؟ ما نعرف. والبارح في الليل ديالنا درنا على الساسه ديالنا، والبارح في الليل جا واحد الرموك ودخل وسرجع وخرج في 12 الليل 12 ونص هكا. وشكون اللي عارف؟ ما عندناش، ما عندناش كندير. شكون اللي عارف؟ لان ما عندناش، ما بغيناش نديرو حنا فوضى. لان انا قلت له انا بغيت نوقفوا لك الشيء، قال لي انا خصني ناخذ المسائل ديالي قانونيه، انا باغي القانون المغربي 100%. تتواصلوا برجال الامن حيت واحد القضيه، واحد الوقت متاخر من الليل وكاين واحد ريكلاماسيون غادي يحبسوا. لان ما بغيناش نديروا هذا الاجراء هذا البارح، لان كان عندنا وعد من النيابه العامه ان غادي يجيو اليوم يدخلوا. قلنا يعني غادي نجيو ندخل، عندنا قوة العموميه اليوم يعني ما بلا ما نلجؤوا لهذا ازعاج السلطات المحليه في الليل وكذا. قلنا ما كاين مشكل، على كل حال احنا في الصباح غادي يجيو. ولكن جاو الشرطه القضائيه جات دابا وما السيد هرب، هرب راه داخل فينا هو ما نعرف. هذا هو الاجراء، هذا هو اللي كاين. واخا نتمنى ان شاء الله على ان الامور تحل. شكرا شكرا شكرا, شكرا.